ماشي. علي، علي أحمد حسن، العاشر على الجمهورية، المجموعة 403، مدرسة هيلث نوت السويس الخاصة للغات، ساعة بداية الدراسة ماشي بنظام ثابت طول السنة وبوتيرة ثابتة، وطبعا بكون عامل نظام قبلها بيوم اللي انا هعمل ايه يعني اليوم اللي بعده. وبرضه في الامتحانات كنت بحاول اتجنب السوشيال ميديا يعني وكده، عشان يعني لو الناس بتقول الامتحان صعب الامتحان كذا، فده بيوتر الواحد زيادة يعني. فبس يعني فاللي هو بعد كل امتحان يعني كنت بسيب الموبايل خالص، ومثلا لا اريح شوية وابتدي بقى في المادة اللي بعدها. تمام. كنت متوقع؟ طبعا يعني لو اي حد يعني هتقول له كده يبقى هيكون مصدوم يعني. فكنت متوقع ان شاء الله يعني كنت اجيب مجموع عالي يعني، بس طبعا كنت يعني مصدوم برضه يعني ان اطلع 10 جمهورية يعني. بس الحمد لله يعني ربنا كرمني يعني الحمد لله. طيب وانا عرفت النتيجة ازاي؟ كان حد تواصل معايا بلغني بالنتيجة. تمام. بس طبعا كنت طبعا متفاجئ طبعا، اهلي كانوا قاعدين حواليا طبعا مبسوطين يعني. طيب انت المفروض ايه طموحك بعد كده؟ يعني هتدخل كلية ايه ومرتب الموضوع ده ازاي؟ بإذن الله عاوز أخش هندسة بإذن الله. بس بالنسبة للتخصصات لسه ما فكرتش فيها صراحة، بس يعني إن شاء الله يعني نفضل مكملين بنفس المستوى يعني في الدروس. ان شاء الله بإذن الله. دكتور أحمد، ممكن حضرتك تحكي لنا بقى عن السنة دي كانت الدنيا فيها ازاي، بسم والضغط اللي بيبقى على الله. أولياء الأمور فيها؟ طبعا هي بتبقى سنة طويلة طبعا عرفنا الأول يعني بحضرتك، السنة. عرفنا بحضرتك. أنا دكتور محاسب أحمد حسن عبد الحافظ، نائب مدير شؤون عاملين بهيئة مهندسين مصر. تمام. طبعا يعني هو عادي بسم الله ما شاء الله يعني، من يعني سواء في الإعدادي أو في الثانوي الحمد لله ملتزم ومنضبط قوي ومنظم في طريقة مذاكرته يعني. احنا حتى يعني بنشجعه وكنا بنشوفه هو عايز ايه والحاجات اللي محتاجها كوسائل مساعدة، إن هو الحمد لله يعني عارف طريقه إزاي ومنظم قوي في المذاكرة يعني، عارف بينام الساعة كام ويصحى الساعة كام يعني. إحنا حتى ساعات كنت بقول له مثلا يعني هو بينام في توقيت معين مثلا الساعة 12، فبقول له طب أنت لسه الوقت كام؟ بيقول لي أنا عارف خلاص بصحى الساعة كذا وبنام الساعة كذا. فبس هي السنة طبعا سنة طويلة يعني، إحنا بادئين السنة من شهر 7 لشهر 7 24، فسنة طويلة يعني. سنة مرهقة طبعا بالنسبة للطلبة، لكن الحمد لله ربنا بيكلم مجهود الطلبة بالنجاح والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. إيه مهمة طبعا علي، طبعا اكيد انت كان عليكي دور كبير في التفوق. إيه احكي لنا بقى انت وعلي ازاي كنت بتقضي، يعني خاصة ان طالب الثانوية العامة معظم الوقت بيكون مقضيه في البيت يعني، فاحكي لنا بقى انت كنت ازاي بتقدري تديري معاه اليوم بتاعه، تنظمي له، تنظمي معاه اكله ومواعيد دروسه كده يعني. يعني كان بيصحى بدري يوميا بدري، بيصحى بدري كنت بحس بيه، بصحى معاه عايز يفطر كان بيحب هو ينزل معايا يعني، لو عايز شاي مثلا عايز نسكافيه يفطر معايا بتاعه كان بيعمله. وبعد كده كان بس قبل كل حاجه بيصلي، هو ملتزم الحمد لله رب العالمين. وبعد كده بيجي يقعد على المكتب بتاعه بينظم وقته، خلاني اكتب ورق معين بيقعد يكتب فيه انا ذاكرت النهارده ايه، ويزود قدامه على المكتب ويبدا بقى اليوم التاني بحاجه جديده. وكان الحمد لله رب العالمين كان بيقعد يذاكر يعني، انا كنت بشفق عليه يعني، كنت بقول له لا خلاص بص يعني تعالى انزل مثلا هنا معانا تحت اقعد كده مشي رجلك ما تقعدش على المكتب كتير حبيبي. فكان الحمد لله رب العالمين كان بينام بدري يعني، وعلي على الساعه 11 بيكون نايم بينام بدري، هو ملتزم بكده. طيب كلمينا عن اخوات علي بقى، هم متفوقين دراسيا برضه. الحمد لله هو محمد اخوه معاه كان في المدرسه برضه في سنه 5، والحمد لله كان متفوق كان في هندسه، وبعد كده قدم شرطه فساب هندسه وكان في الجلاله وراح بيتش. وعادي منى وعادي اللي هم التوأم هاي الحمد لله طلعت الاولى على مدرسه هي كانت السويس العربي، ومنى التوأم بتاعها طلع العاشرة على المدرسه. وعندي علي اللي هو الحمد لله رب العالمين، وفي مي الصغيرة ما شاء اللي هي الله طالعة أولى ما شاء الله تبارك الله. الطلبة اللي جاية داخلة على ثالثة ثانوي توجه أولياء الأمور لإيه طول الفترة الجاية؟ والله يعني إن شاء الله يدعموا أبنائهم وما يضغطوش عليهم نفسيا، ويعني يديهم الثقة والاطمئنان إن هم إن شاء الله ربنا
ربنا هيوفقهم ويبذلوا المجهود اللي عليهم، ما يحطهمش تحت ضغط العصبي بتاع الثانويه، بطلع ما بيسالوش انت عملت ايه ولا الامتحان صعب ولا سهل، الحمد لله الماده خلصت كمل الماده اللي بعديها، الحمد لله.